السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أولاً احترامي لجميع المنافسين في السوق، واحترامي ثانياً لجميع المتابعين، الله يعطيكم ألف عافية. هو بلا فخر ولا غرور، ولكن اللهم لك الحمد والشكر، نحن الخبراء. ما تشوف عندنا النباتات بالأحجام هذه الكبيرة والنظافة هذه ما شاء الله تبارك الله إلا موجودة عندنا نحن. في الباط ما في أحد مستثمر، أنا أراهن عندنا هنا في المملكة العربية السعودية مستثمر بيقوم بالشرح بهذه الطريقة وبدقة التفاصيل، وانت ما شاء الله تبارك الله جالس في منزلك بتتفرج على أروع الحاجات الموجودة عندنا. فحياكم الله. ما شاء الله تبارك الله عندنا نبدأ نعد هذه واحد. شوف حجم النبات ما شاء الله تبارك الله قد إيش عندنا أوراقه. وقف حب. هذه ما شاء الله تبارك الله عندنا اثنين. شوفها هذا اللي هي سموها السينغونيوم الميهيتو، تخيل كان حجمها بهذا الحجم. شوف ما شاء الله تبارك الله عندنا قديش أصبحت وأصبحت أوراقها. نحن الخبراء بلا غرور. هذه ما شاء الله تبارك الله اللي هي المونستيرا الميني، صدق أو لا تصدق شوف حجمها فين كان، شوف فين كانت حجمها وفين الآن ما شاء الله تبارك الله أصبح حجمها ما شاء الله تبارك الله. فنحن الخبراء عندنا اللهم لك الحمد والشكر بلا غرور، عندنا الأسرار كيف تصبح نباتك بهذه الطريقة. ولكن إذا حبيت أنك أنت تحصل على هذه الأسرار ممكن تتواصل معايا على الخاص، وإن شاء الله حنفيدك بعد الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الله وذكر الله واجب. شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي هي يسموها السينغونيوم الآيس فورست، صدق أو لا تصدق أنه هذه النباتات، هذا شيء اختياري لك انك انت تصدق، بتجيني بهذه الاحجار بهذا الحجم. هولند بتوردها بهذه الطريقه، وما شاء الله تبارك الله مع العنايه والاسرار اللي موجوده عندنا. ارجع اقول لك حبيت تواصل معايا وابشر ان شاء الله اديك السر. وهذه ما شاء الله تبارك الله، صدق او لا تصدق، حصلت عليها من عند حبيبي ابو حامد. شوف ما شاء الله تبارك الله الان اصبح أبو حامد نفسه سبحان الله لما شافها أنبهر. فأرجع أعيد لك إياه تكرارا ومرارا، نحن الخبراء بلا فخر ولا غرور ولا كبرياء على الله سبحانه وتعالى. ولكن حبيت أنك تحصل على الأسرار نرجع نقول لك تواصل معنا على الخاص.